بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، الجديد في الرياضيات، اسم الكتاب، ونستأنف مع الصفحة رقم 54، المساحات وحدات القياس. خلال هذا الدرس سأتعرف على وحدات قياس المساحات ومن بينها الوحدات الزراعية. وسأتمكن من تحويل قياس من وحدة إلى أخرى. من خلال هذا الدرس سأتعرف على وحدات قياس المساحات. غنعرف أشنا من الوحدات اللي تنعبر بها المساحات. طبعا تنعرف بأن الأشياء اللي تتعبر هي بحال الطول، بحال المساحة، بحال الحجم، بحال الوزن. نتكلم عن أمور أنها تقاس، نتكلم عن أشياء تقاس. هنا طبعا سنتكلم عن جانب من القياسات، إذن سنتكلم عن قياس المساحات وما هي الوحدات التي من خلالها نقيس هذه المساحات. خلال هذا الدرس سأتعرف على وحدات قياس المساحات ومن بينها، إذن هنا سنتكلم عن وحدات قياس المساحات ومن بين هذه وحدات القياس للمساحات هناك وحدات زراعية. المقصود هناك وحدات قياس للأراضي مثلا الزراعية، وسأتمكن من تحويل قياس من وحدة إلى أخرى. إذن يقول لك مثلا عدي جوج ديال الهكتارات شحال فيها من متر مثلا. إذن هنا كيف لي أن أحول قياس هد المساحة إلى قياس آخر؟ إذن هنا كيف لي أن أحول هذا القياس إلى قياس آخر من وحدة إلى وحدة؟ أنشطة الإدماج، أعبر عن قياس مساحة الأشكال 1 و2 و3 و4 باعتماد وحدة القياس، باعتماد بوحدة للقياس، باعتماد سي وحدة للقياس. كما تلاحظوا عندنا واحد المجموعة ديال الأشكال. في الأسفل عندنا مستطيل رقم 1، عندنا مثلث رقم 2، عندنا متوازي الأضلاع 3، ثم عندنا هذا الشكل 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن هذا الشكل متمم بثمانية أضلاع. إذن كيف لي أن أقيس هاد المساحات؟ طبعا انطلاقا من هاد وحدات القياس. إذن كما تلاحظوا بأن وحدات القياس هي واحد الوحدة يتفق عليها ومن خلالها نقيس مساحة. طبعا في الأمور الأخرى التي ذكرنا أيضا هناك وحدات قياس أخرى متفق عليها. طبعا سواء تعلق الأمر بمنطقة ما أو سواء تعلق الأمر طبعا كون هذه الوحدة أصبحت عالمية. نأخذ مثلا الوحدة أ. الوحدة أ كما تنشوفوا عندها مربع، تنتكلموا على مربع صغير. إذن سنقيس المساحة انطلاقا من هذا المربع الصغير. إذن عندنا الشكل 1، الشكل 1 كما تنشوفوا عندنا شحال فيه من مربع صغير؟ إذن 1 2 3. إذن في العرض كاين 3 مربعات، ثم في الطول عندنا 1 2 3 4 5. إذن هناك 5 في الطول، 5 × 3 يعني 15 مربع صغير موجودة في هاد المساحة. إذن باش نلقاو المساحة ديال المستطيل تنديرو الطول في العرض. إذن عندنا 3 × 5 هي 15. بغينا نحسبو شحال من مربع داخل هاد المستطيل، إذن ممكن أننا نحسبو هاد الأسطر، ممكن أننا نحسب أيضا هاد الأسطر سواء طولا أو عرضا، يعني أننا سنصل إلى نفس النتيجة. إذن طبعا تنشوفوا بأن المستطيل شحال فيه من مربع صغير؟ فيه 15 مربع صغير. الوحدة اللي غنقيسوا بها هاد المستطيل هي أ، شحال فيها؟ فيها مربع صغير، إذن فيها 1. إذن غناخدو هاد عدد المربعات الصغيرة الموجودة في هاد المستطيل كمساحة، ثم نقسمها على هاد 1. إذن عندنا 15 مقسومة على 1. ثم ننتقل إلى الوحدة بي. إذن بي كما تنشوفو، بي كما نرى أنها فقط نصف المربع الصغير. طبعا النصف تنعبرو عليه بواحد على 2 أو تنعبرو عليه بصفر فاصلة 5. إذن باش نلقاو شحال هاد المستطيل فيه من وحدة من هاد الوحدة ديال القياس، إذن طبعا غنقسمو
عدد المربعات الموجودة هنا على شحال تتمثل هذه الوحدة من مربع. إذا طبعا هذه الوحدة كما قلنا أنها تتمثل 0.5 مربع، يعني نصف المربع. طبعا رياضيا نصف المربع تنعبروا عليه ب 0.5 مربع. مثلا إلى عندنا واحد المبلغ مالي مثلا أو أي شيء آخر، النصف دياله هو 0.5 هاد المبلغ، 0.5 مضروبة في هاد المبلغ كيف ما كان. إذا فنحصل على النصف، أو 1/2 مضروبة في هاد المبلغ، إذا فنحصل على النصف. 1/3 مثلا هو الثلث، 1/2 النصف، 1/2 طبعا اللي حسبنا أيضا غتعطينا 0.5 اللي تنتكلموا عليها. إذا عندنا هاد الوحدة بي ما هي إلا 0.5 مربع. إذا شنو غنعملو؟ غناخدو عدد المربعات الموجودة في المساحة ديال المستطيل رقم واحد اللي في الشكل واحد وغنقسمو على 0.5. طبعا في الحالة فاش قسمنا عدد المربعات ديال هاد المستطيل اللي لقينا 15 قسمناها طبعا على واحد في حالة وحدات القياس أ. ففي حالة وحدات القياس أ طبعا خضينا عدد المربعات ديال الشكل واحد ثم قسمناها على كم من مربع صغير موجود في هذه الوحدة. طبعا قلنا بأن فيها فقط مربع واحد، مربع واحد صغير. إذا طبعا خضينا 15 قسمناها على واحد غتعطينا 15. إذا طبعا خضينا عدد المربعات الصغيرة الموجودة بهذه المساحة اللي هذا الشكل واحد ثم قسمناها على عدد المربعات الموجودة بهذه الوحدة أ. إذا فعطاتنا 15 أ، عطاتنا 15 أ. إذا مساحة الشكل واحد بوحدة القياس أ هو 15، هو 15 أ. طبعا الآن كما قلنا بأن هاد الوحدة بي ما هي إلا نصف الوحدة أ، ما هي إلا نصف المساحة ديالها تتساوي النصف ديال الوحدة أ. إذا طبعا غناخدو نفس المساحة اللي هي 15 مربع صغير طبعا وغنقسموها على 0.5. أكيد العدد غيضوبل، أكيد أن العدد سيضاعف. فيما قبل وجدنا المساحة هي 15 أ، هنا طبعا سنجدها 30 بي. في الحالة ديال بي سنجد 30 بي. مساحة المستطيل، مساحة الشكل واحد هي 30 بي. ننتقل الآن إلى قياس المساحة من خلال الوحدة سي. الوحدة سي كما تلاحظوا أنها تتضمن 6 مربعات صغيرة. إذا طبعا سنأخذ نفس المساحة اللي هي 15 أ ثم نقسمها على 6 باش نشوفوا شحال فيها من مجموعة مربعات صغيرة التي تمثل هذه الوحدة سي، لكي نرى كم فيها من مجموعة مربعات صغيرة الممثلة للوحدة سي. طبعا ممكن أننا نقوم بهذه العملية وممكن أننا نعد كم من مجموعة في هذا الشكل واحد. مثلا إذا أخذنا الشكل واحد، إذا عندنا هنا 6 مربعات، إذا هناك سي واحدة، ثم عندنا 6 مربعات أخرى، ثم هناك 6 مربعات أخرى. كما نتكلم عن وحدة ثانية، إذا كما نتكلم عن 2 سي، ثم عندنا 3 مربعات، تبقى 3 مربعات صغيرة، ثم تبقى هناك 3 مربعات صغيرة وهي نصف هذه الوحدة. إذا وبالتالي فهاد الشكل واحد يتضمن وحدتين من السي ونصف. طبعا سنصل لنفس النتيجة إذا قسمنا 15 على 6. 15 مربع موجودة بالشكل واحد ثم نقسمه على 6 لأن الوحدة السي تتضمن 6 من نفس المربعات الصغيرة المتضمنة في الشكل واحد. الآن ننتقل إلى هذا المثلث، كما نلاحظ أنه يتضمن 3 مربعات كاملة، ثم عندنا نصف ونصف ثم نصف، كما نتكلم عن 4 مربعات ونصف. إذن هذا المثلث يتضمن 4 مربعات ونصف كمساحة. إذا أخذنا الوحدة أ، إذا الوحدة أ كما قلنا أنها تتضمن فقط مربع واحد، إذا طبعا سنقسم 4 ونصف على واحد فتعطينا 4 ونصف من هذه الوحدة.
إذا مساحة المثلث بالوحدة أ هي 4.5. الآن ننتقل إلى الوحدة ب، إلى الوحدة ب لنقيس بها طبعا هذا المثلث الذي به 4 مربعات صغيرة ونصف. 4.5 ستتضاعف وبالتالي تصبح عندنا 9 وحدات ب. إذا أخذنا هذا المثلث هذا وعبرناه بهذا ب، يعني أننا غنقيسوه بهذا ب. إذا شحال غتكون فيه هذا المثلث إذا كانت فيه 4.5 من الوحدة أ، فكم سيكون قياسه من خلال الوحدة ب؟ فكم سيكون قياس مساحته من خلال الوحدة ب؟ طبعا القياس سيتضاعف. قبل كانت عندنا 4.5، كانت عندنا 4.5 المساحة ديال هذا المثلث. إذا فبدل أننا نحسب مربع كامل من أ، فبدل أننا نحسب المساحة ديال هذا المثلث من خلال هذا المربع اللي هو الوحدة أ، إذا غنقول 1 2 3 4 ثم غيبقى عندنا نصف. إذا 4.5. إذا بدل هذا شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندنا غنحسبو نصف 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 نصف، لأن الوحدة ب ما هي إلا نصف مربع. إذا طبعا هذا المثلث غتكون المساحة ديالو 9 مثلثات من ب. إذا المساحة ديال هذا المثلث هي 9 وحدات ب، المقصود أنه عندنا 9 نصف مربع صغير. المقصود أننا عندنا 9 الأنصاف من المربع الصغير، لأن الوحدة ب ما هي إلا نصف مربع صغير. إذا هذا بالنسبة للشكل 2. الآن غنعبروا هذا الشكل، هذا الشكل 2 غنعبروه بالوحدة سي. طبعا الوحدة سي شحال فيها؟ الوحدة سي شحال فيها؟ طبعا الوحدة سي فيها 6 مربعات صغيرة، والمثلث الصغير شحال فيه؟ فيه 4.5، في 4 مربعات ونصف مربع صغير. إذا طبعا غنقوم بنفس العملية. طبعا هذا المثلث قل من المساحة ديال الوحدة سي، إذا كما تلاحظوا بأن هذا المثلث المساحة ديالو راه قل من المساحة ديال الوحدة سي، وبالتالي المساحة ديال هذا المثلث راه ما غتوصلش حتى 1.5 سي. يعني علاش؟ لأن المساحة ديالو راه واضحة بأن أقل من سي، سي فيها 6 مربعات صغار، وهذا الشكل 2 فيه فقط 4.5، إذا فهو ما غيوصلش حتى 1.5 من سي. إذا شنو غنعملو؟ طبعا نفس الطريقة اللي غنقومو بها هي غنقسمو المساحة ديال المثلث اللي هي 4.5 مربع على 6، غنقسمو على 6، وبالتالي إذا المساحة بالوحدة سي طبعا غتكون محصورة بين 0 و1. علاش بين 0 و1؟ أولا ما تنتكلموش على 0 لأن المساحة غير منعدمة، ثم أنه ما غيفوتش 1 لأن الوحدة أصلا أكبر من هذا المثلث اللي باغي نعبرو المساحة ديالو من خلال هذه الوحدة اللي أكبر منه. إلا قسمنا 4.5 على 6 غتعطينا 0.75. إذا بحال تنتحدثو على 1 ربع، بحال تنتكلمو على واحدة قل ربع. إلا قسمنا 4.5 على 6 تعطينا 0.75، كما تنشوفو بأن 0.75 مازال ما وصلتش 1، 0.75 هذا أقل من 1، وكما تنشوفو بأن 0.75 تتنقصها 0.25 باش توصل لواحد. ما معنى 0.25؟ المقصود بها الربع، يعني هذا المثلث خاصو الربع ديال هذه الوحدة اللي فيها 6 مربعات باش يلا يوصل وحدة، يعني هو قل من الوحدة. طبعا إلا خدينا 6 مربعات وقسمنا على 4 شحال غتولي عندنا؟ غتعطينا 1.5 مربع. 6 المربعات مقسومة على 4 هي 1.5. ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن الربع ديال هاد الوحدة السي هو مربع ونص. إلا شدينا 6 المربعات وقسمنا مع 4 غيعطيونا 1.5. معنى هذا أن الربع ديال هاد الوحدة اللي هي السي هو 1.5 مربع، مربع ونصف.
الى خدينا ستاد المربعات وقسمناهم على ربعة غتعطينا واحد مربع وناسي. المقصود ان الربع ديال هاد الوحدة هو واحد ونصف. ما معنى هذا؟ يعني هاد واحد ونص اللي هي 0.25 من القياس ديال هاد الوحدة، اذا هو اللي ناقص هاد المثلث اللي عندنا هنا. الى خدينا 4.5 ديال هاد المثلث ضفنا على نصف غتعطينا 5، 5 مربعات ثم واحد هي 6 مربعات، وبالتالي هاد المثلث غيوصل على هاد الوحدة. اذا كما تنشوفوا بان القياس ديال هاد المثلث هو 0.75 من هاد الوحدة. يعني الى خدينا هاد الوحدة، الى خدينا هاد الوحدة اللي هي 6 مربعات وضربناها في 0.75 غتعطينا 4.5 ديال هاد المثلث اللي باغي نقيسو المساحة ديالو من خلال هاد الوحدة. ننتقل الان الى الشكل 3 متوازي الاضلاع. كما تنشوفوا عندنا هاد الشكل هذا، كما تنشوفوا باش نقيسوا المساحة ديالو من خلال اولا هاد المربعات الصغيرة، اذا طبعا غنقيسوا هاد المساحة. اذا غناخدو مثلا هاد المساحة اللي خارجة هنا، طبعا راه باش ما خارج من هاد المثلث هذا راه هو نفسه اللي كاين هنا. اذا طبعا غنعوضوا هاد المثلث بهاد المثلث باش يولي عندنا مستطيل، وبالتالي يمكن لينا نقيسوا المساحة ديالو. اذا غيولي عندنا الطول ديالو هو 1 2 3 4 5، ثم غيولي عندنا العرض ديالو هو 1 2 3، اذا 3 × 5 هي 15، اذا 15 مربع بحالو بحال المستطيل اللي شفنا قبل. اذا بغينا طبعا نحسبوا المربعات اللي داخل فيه، اذا نشوفوا اولا المربعات اللي كاملة. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، هاد النصف مع النصف الاخر اذا هي 14، ثم عندنا هاد جوج الانصاف هي 15. اذا المساحه ديال هاد الشكل 3 هي 15 مربع صغير. طبعا ما غنقيسوش هاد الشكل من خلال هاد المربع الصغير اللي عندنا هنا، بل من خلال الوحدات. طبعا الوحده ا حقيقه هي تتساوي هاد المربع الصغير، ولكن راه كان ممكن أنهم يعطيوها لنا أكبر أو أصغر كما في الوحدتين الباقيتين. طبعا نفس الوحدة ديال هاد المربع الصغير، وبالتالي الشكل 3 غيكون القياس ديالو من خلال الوحدة أ هو 15. مساحة الشكل 3 هي 15 أ. ننتقل الآن إلى قياس هاد الشكل هذا، الشكل 3 من خلال الوحدة بي. طبعا الوحدة بي هي نصف المربع الصغير، أكيد غيتضاعف العدد. فبدل أننا نعد المربعات الصغيرة المتواجدة في هاد متوازي الأضلاع كما فعلنا الآن، بدل هذا أننا نعد الأنصاف، لأن الوحدة بي ما هي إلا نصف مربع. إذا غنبقاو نعدو الأنصاف، وبالتالي في كل مربع غيكون عندنا العد على مرتين. غنعدو 1 2، ثم المربع الثاني 3 4، ثم المربع الثالث 5 6، وهكذا. إذا طبعا العدد غيتضاعف. إذا حنا عندنا 15 مربع في هذا الشكل هذا كمساحة، طبعا من خلال الوحدة أ. إلا خدينا الوحدة بي باش نقيسو بهذا الشكل هذا، طبعا غيتضاعف العدد، غيولي عندنا 30 وحدة بي. إذا مساحة الشكل 3 هي 30 وحدة بي، 30 وحدة بي. ثم ننتقل الى الوحدة سي. طبعا الوحدة سي كما تلاحظوا انها تتساوي 6 المربعات. اذا طبعا غناخدو 15 مربع وغنقسمو على 6، غناخدو 15 مربع صغير وغنقسمو على 6. طبعا كما فعلنا في الحالات السابقة، راه اللي غيخلينا نقسمو هاد المساحة ديال هاد الشكل هذا، الشكل 3، على مساحة الوحدة سي، وهو ان الشكل 3 أننا عرفنا المساحة ديالو من خلال المربعات الصغيرة، ثم أن الوحدة السي المساحة ديالها عرفناها أيضا بنفس القياس اللي هو المربع الصغير. فلو أن هاد الوحدة السي عندها مربعات أخرين، ثم الشكل 3 عنده مربعات آخرين غير هاد القياس هذا، طبعا ما يمكنليناش نقوم بهاد العملية اللي قمنا بها الآن. إذا إلا قسمنا هاد المساحة ديال الشكل 3 على مساحة الوحدة السي، طبعا تماما كما فعلنا مع الشكل 1،
إذن غيعطينا 2.5. طبعا 2 ما معنى 2؟ يعني 12 مربع صغير، يعني 2 من الواحدة سي، الواحدة سي فيها 6 مربعات صغار، إذن هاد الشكل تساوي 2 واحدة سي، المقصود 12 مربع صغير ثم ونصف. ما معنى نصف؟ يعني نصف هاد الواحدة هو 3 مربعات. 2 واحدة 12 مربع صغير، 2 واحدة سي يعني جوج ديال الوحدات سي، كل واحدة فيها 6 مربعات، إذا المجموع هو 2 واحدة سي هو 12 مربع صغير. ثم ونصفها، نصفها تنعرفوا بأن نصفها هو 3 مربعات صغيرة، 3 مربعات صغيرة، وبالتالي سنضيف 3 مربعات صغيرة لهاد 12 مربع صغير، وبالتالي سنحصل على 15 مربع صغير. إذا هذا هو قياس الشكل 3، 2 واحدة سي ونصف، 2 واحدة سي يعني 12 مربع صغير ونصف وثلاثة مربعات، إذا المجموع هو 15 مربع. إذا سواء قلنا بأن هذا الشكل مساحته هي 15 مربع صغيرا، أو نقول بأن مساحته هي 2 واحدة سي فاصلة 5 ونصف. إذا ننتقل الآن إلى الشكل 4. طبعا الشكل 4 كما تلاحظوا، أولا نعد المربعات يعني الكاملة، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، عندنا 12 مربعة كاملا، ثم عندنا أنصاف على كل جانب، طبعا عندنا 4 أنصاف، إذا المجموع هو 14 مربعا. مساحة هاد الشكل شكل 4 بالوحدة أ هو 14 مربعا، ثم قياسه من خلال الوحدة ب طبعا سيتضاعف العدد، إذا غتولي عندنا 28 وحدة ب، ماشي 28 مربع بل 28 نصف مربع، ولكن نصف مربع راه وحدة هنا، نصف مربع هنا أعطوه لنا كوحدة، إذا وبالتالي حنا غنحسبوا شحال عندنا من النصف، وبالتالي عدد الأنصاف هو عدد الوحدة ب. إذا كما قلنا بأن مساحة الشكل 4 من خلال الوحدة أ هو 14 وحدة أ، ثم من خلال الوحدة ب مساحة الشكل 4 هو 28 الوحدة ب. طبعا الآن نحسب مساحة هذا الشكل هذا من خلال الوحدة سي، إذا طبعا سنأخذ 14 مربعا صغيرا ثم نقسمه على عدد مربعات الوحدة سي، لأن هذا هو الرابط الذي سيجعلنا نقسم المساحة على المساحة الأخرى، إذا 14 مقسومة على 6، إذا بين فيها جوج الوحدات، واضح بأن فيها 2 وحدة سي، لأن 2 وحدة سي هو 12 مربعا، ثم يبقى مربعان، إذا هاد المربعان كم نسبتهما في الوحدة سي؟ طبعا هو الثلث، طبعا النسبة ديالهم في الوحدة سي هو الثلث، طبعا الثلث ديال 6 غيعطينا 0.333، العدد ما غينتهيش، وبالتالي لخدينا 14 وقسمناه على 6 غتعطينا 2.333، طبعا العدد لم ينتهي، إذا مساحة الشكل 4 بالوحدة سي هو 2.33، طبعا العدد كما قلنا بعد الفاصلة سيبقى مستمرا. إذا حتى لا نطيل نستأنف في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.